كاين 750 مليون متر مكعب ديال المياه العادمه، فيها 40% كدوز عبر معالجه اوليه ومن بعد كتمشي للبحر وفي اطار التدبير المفوض، وكاينه 60% من هذه المياه يعني 450 مليون متر مكعب اللي داخله في اطار البرنامج الوطني لتطهير السائل. في هذا البرنامج كان عندنا واحد تاخير كبير في المغرب، ولكن من 2005 الان المغرب دار واحد الخطوه كبيره بحيث دزنا من 8% معدل تطهير المياه الى دابا 43%، وعندنا الهدف اننا نوصلوا 50% في 2016. والان حنا فتنا حنا في 66% بالنسبه ل 450 مليون متر مكعب اللي داخله في اطار البرنامج. فاذا كاين هناك واحد العمل كبير اللي دار من ناحيه معالجه المياه العادمه.